السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في قناتنا مايكرو إيران لشرح الميكروبيولوجي. معكم الدكتورة هنادي القط. بسم الله نبدأ إن شاء الله. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن العملي بتاعت النيسيريا، عيلة النيسيريا. تمام، احنا متعودين ان احنا كل ما بنخلص عيلة بنعمل لها الحلقة العملية. يعني ايه؟ بنلم كل التستات اللي احنا اتكلمنا فيها والميديات وشكل البكتيريا بتاعتي على الميديا دي ايه، وشكل الميديا من غير البكتيريا ايه، وكل الحاجات دي بنعملها في الحلقة بتاعت العملي، بحيث ان احنا زي ما قلت كل مرة بتكلم وبقول بنمشي العملي مع الايه؟ مع النظري. تمام؟ طيب يبقى احنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن النيسيريا. واول سبيشيس خدناه في عيلة النيسيريا خدنا النيسيريا جونوريا. تمام؟ انا هخش على العمل على طول، مش هتكلم كتير في النظري. طيب اول حاجة قلنا ان النيسيريا جونوريا ما بتنموش على ما بتعملش جرو على البلاد اجار. تمام؟ لو تفتكروا قلنا ان هي ايه؟ قالت انا عايزة ايه؟ انا عايزة شوكولاتة. تمام؟ لما جبنا لها ايه؟ جبنا لها شوكولاتة. شايفين؟ ادي ده الشوكولات اجار. تمام؟ لونه شبه الشوكولاتة بس فاتح شوية. هو الشوكولات اجار ده قلنا قبل كده ايه؟ قلنا ان هو هيتد بلاد اجار. يعني بلاد اجار، البلاد اجار انتوا عارفين بنجيب نيوترنت اجار وبنحط عليه بلاد تقريبا من 5 لـ 10% بلاد. تمام؟ وبنعمل ايه؟ بنعمل بلاد اجار. بنيجي بقى عشان نخليه شوكليت بن ايه؟ بنسخن البلاد اجار. فاكرين ساعتها لما قالت لا يا بابا انا ما بطلعش على البلاد اجار عشان خاطر ده انتكت سكين سيلز وانا ما بعرفش اتصرف معاه، كسرها لي لو سمحت. فالهيتد ده لما بسخن البلاد اجار بيكسر لي الايه؟ او بيعمل لي الرابيد شارز الايه؟ للريد ايه؟ للريد سيلز. تمام؟ وبيغير لي الهيموجلوبين لهيماتين اللي هو بيبقى لونه ايه؟ اللي هو بيبقى اللون البراون ده. تمام؟ يعني كده غير لي الهيموجلوبين ايه؟ انتوا عارفين الهيموجلوبين هو بيبقى لون احمر. تمام؟ وبيعمل لي بيغير الهيموجلوبين لهيماتين اللي هو اللون الايه؟ شوكليت اجار. تمام؟ طيب ادي زرعنا النيسيريا بتاعتنا على الايه؟ على الايه؟ على الشوكليت اجار. وقلنا ان الشوكليت اجار ده يعتبر ايه؟ انريشد ايه؟ انريشد ميديا. تمام؟ طيب وبعدين، طيب بعد احنا قلنا ان البكتيريا بتاعتي النيسيريا دي جرام نيجاتيف كوكاي، صح كده؟ طيب كدني اور كافي بين شيب ده بنشوفه ايه لما بنصبغ. تمام؟ ادي شكل الكولوني بتاعتي، شايفين ترانسبيرنت، تحس ان هي لامعه شويه، وتشايني، تحس ان هي جراي، تحس ان هي كده لونها رمادي فاتح. تمام؟ الحاجات دي برضو بت ايه؟ بتبين لك الـ يعني الكولوني، المورفولوجي بتاع الكولوني ده بيسهل عليك معرفه البكتيريا برضو الى حد ما. تمام؟ لكن انت لازم بتاخد الخطوات البايو وتعمل البايوكيميكال والكلام ده وتصبغ والحاجات دي. طيب يبقى اول حاجه احنا قلنا ان ده شوكليت اجار. تمام؟ ادي الشوكليت اجار اهو، وقلنا بيتعمل ازاي وشكل البكتيريا بتاعت الجونوريا على الايه؟ على شوكليت اجار. طيب وقلنا ان هي بتحتاج من 5 لـ 10% سي او 2 وعايزه هيوميد اتموسفير ودرجه حراره ايه؟ 37، وبتطلع لي بعد ايه؟ بتطلع لي بعد من يوم لثلاث ايام. طيب تاني حاجه، فاكرين موديفايد ثاير مارتن؟ فاكرين الميديا دي اللي هي سيلكتيف؟ تمام؟ اللي احنا جبنا الشوكليت اجار وحطينا عليه انتي بايوتيك، اللي هو فاكرين الشوكولاته بالمكسرات؟ فاكرين قلنا حطينا انتي بايوتيك عشان يكسر لي اي حد يجي ينمو يكسره لي الا الايه؟ الا النيسيريا. يعني النيسيريا الانتي بايوتيك اللي احنا حطيناها دي ريزيستنت ليها، يعني النيسيريا بتبقى ريزيستنت للانتي بايوتيك اللي احنا حطيناه على شوكليت اجار دي عشان نخليها موديفايد ايه؟ ثاير مارتن. وادام ضفنا حاجه على الميديا يبقى لازم غيرنا ايه؟ غيرنا اسمها. ادام غيرنا المكونات حتى لو ضفنا حاجه بسيطه يبقى اسمها ايه؟ بيتغير. تمام؟ يبقى الموديفايد ثاير مارتن دي ايه؟ سيلكتيف ميديا. تمام؟ بتمنع للجروث اوف سام اورجانيزمز but have little or no effect on the organism of interest. يعني الاورجانيزم اللي انا عايزاه بتبقى little or no يعني effect، يعني لا تاثيرها قليل جدا او ملهاش ايه؟ تاثير على الايه؟ على الاورجانيزم اللي انا عايزه ايه؟ اطلعه. فانا عشان اجيب ميديا سيلكتيف جبت شوكليت اجار وحطيت عليه انتي بايوتكس خليته ايه؟ موديفايد ثاير مارتن. تمام؟ طيب وبعدين ادي كده، دي كده الميديتين بتوعي اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هي شوكليت اجار وموديفايد ثاير مارتن. قلنا ان هي الجنورية كانت بتتدلع وعايزه شوكليت ومعاها مكسرات، اديناها الشوكليت الاولاني وحطيناها لهنا المكسرات بقت ايه؟ موديفايد ثاير ايه؟ مارتن. وقلنا الايه؟ المتطلبات بتاعتها الباقيه. تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى الجرام ستين. تمام؟ احنا قلنا عندنا الدايركت سمير، احنا اساسا بناخد السامبل بتاعتي منين؟ قلنا يا اما في الميل من اليوثرال ديسشارج
والفيميل يا السيرفكس يا ايه اور يوريثرال ايه ديستشارج. تمام. طيب بشوف ايه، شايفين دي كده اهي حواليها باص اهو. لو تفتكروا احنا قلنا الميل بيبقى معاها الافرازات، بتبقى معاها ايه بيرولانت ديستشارج اللي هي افرازات صديديه. شايفين ادي اهو دي كده دايركت سمير، شايفين الاورجانيزم بتاعه واخدينه هنا وموضحينه تمام، شايفين ولا لا؟ واخدينه هنا وايه وموضحينه اكتر. تمام. طيب يبقى احنا خدنا الاورجانيزم بتاعنا اهو ووضحناه ايه، وضحنا اكتر في الحته دي. ادي كاتب لك ايه نيسيريا جونوريا. لو تاخد بالك شايف عامله زي الايه، عامله زي الكدني شيب او الكافي بين. لو شبه، لو حد فيكم بيحب القهوه او بيجيب القهوه مش مطحونه تلاقيها شبه حبوب القهوه كده، تحس ان هي مقسومه. شايفه هنا ايه اوضح، شايف تحس ان هي ايه شبه حبوب القهوه جدا هنا في الحتت ايه في الصوره دي. طيب وهنا ادي الفيلم بتاعنا بس واخدينه من ايه من الكالشر، ومتعودين ان احنا ناخد المره نعملها اول ما تيجي العينه نعمل دايركت سمير على طول نحطها على السلايد ونصبغ، ومتعودين ان احنا بنشوف برضو الجرام ستيل لما بنصبغه من ايه من الكالشر، يعني بناخد كولوني ونصبغها. تمام. طيب ادي اهو، طبعا ما عنديش بص ولا عندي اي حاجه لان احنا ايه واخدين الكولوني بتاعتنا من الكالشر، وادي هو واخدها بالتفصيل، شايف الكدني والكافي بينشي. سهله على فكره شكلها، ما يتوهش تحت الميكروسكوب يعني. تمام. مش زي بكتيريا ثانيه. طيب لو تفتكروا احنا قلنا يبقى احنا كده لما شفناها تحت الميكروسكوب جرام نيجاتيف كوكاي ارنجد ان بيرز اللي هو دبل كوكاي، تبقى شبه الكدني اور كافي ايه كافي بينشي. لو تفتكروا الاوكسيديز تيست، احنا قلنا الاوكسيديز تيست ده بيميز لي عيله النيسيريا، يعني الكي تيست بتاع عيله النيسيريا ان هم ايه اوكسيديز بوزيتيف. تمام. طيب انا جايبه لكم الثلاث اشكال اللي ممكن يتعمل بيهم الاوكسيديز ايا كان منهم. تمام. الثلاث اشكال لو عملته على فلتر بيبر، عملته على السواب، عملته على سلايد، انت حر. تمام. بس الطريقه السائده او الشائعه اللي هو الفلتر بيبر. تمام. بتجيب فلتر بيبر وتغرقها اللي هو الاوكسيديز ريجنت اللي هو قلت لكم اسمه كبير اللي هو تترا ميثايل بي فينيلين داي امين هيدروكلورايد، حاجه كده كبيره كده ملهاش لازمه. تمام. لان في ناس طلبت مني اسمه. فانت بتجيب الاوكسيديز الايجنت ده وتروح مغرق بيه الفلتر بيبر زي ما انت شايف كده، دي فلتر بيبر متغرقه بالاوكسيديز ايجنت، وتروح حاطط العينه بتاعتك هنا كده، تروح واخد الكولوني وحاططها هنا كده كذا كولوني وتحطها وتبص. لو فضلت زي ما هي كلرلس يبقى ده نيجاتيف، يبقى الاورجانيزم اللي عندي ده مش بيطلع اوكسيديز. تمام. مش بيطلع اوكسيديز ايه انزايم. طيب لو بيطلع اوكسيديز انزايم هتبص تلاقي ايه بقى لونها ايه بيربل، بتتحول من كلرلس لايه لبيربل. وادي اللون واضح جدا اهو عندك في دي، وهنا بيربل، وادي السواب بص بقى لونه بيربل ازاي، ودي ما فيهاش حاجه، وهنا السلايد بقى لونها بيربل، وهنا ايه كلرلس. يبقى الاوكسيديز بنعرفه ان احنا بنجيب فلتر بيبر، تيست سهل جدا، نجيب فلتر بيبر ونغرقه اوكسيديز ريجنت وبنحط عليها الكولوني بتاعتي. تمام. وتستنى هتشوف فوق نفس الوقت وانت بتعمل كده هتبص لي. لو الاورجانيزم عندك ما بيطلعش الاوكسيديز انزيم هتبص تلاقيها لسه كلر لسه زي ما هي، لكن لو بيطلع تلاقيها اتحولت للون الايه البيربل زي ما انت شايف. واحنا عندنا العيله بتاعتنا النيسيريا دي اوكسيديز بوزيتيف، فهتلاقي لونها ايه لونها بيربل. تمام. طيب تعالوا بقى ايه نخش نتكلم على حاجه مهمه قبل ما نتكلم على التستات بتاعه الكوليسترول النيسيريا منينجايتيز. تعالوا الاول نتكلم عن السي اس اف، نتكلم كده ناخد نبذه بسيطه عنه. تمام. عشان نبقى عارفين لما حد يقول قدامنا السي اس اف، لان انا قبل كده كنت شفت بوست على الفيس واحده كانت بتقول انا السي اس اف ده بناخده من الركب. تمام. فدي كانت بالنسبه ليا حاجه غريبه، يعني شر البليت ما يضحك. يعني السي اس اف ده يا جماعه لازم نبقى عارفين الاول هو ايه. تمام. احنا قلنا احنا دلوقتي هنتكلم عن النيسيريا منينجايتيدز. النيسيريا منينجايتيدز جايه من المنينجيز. المنينجيز ده ايه؟ 3 كفرنج ممبرين بتغطي البرين والسباينال كورد، بتغطي الايه؟ المنينجيز بصفه عامه بتغطي البرين والسباينال كورد. شايف السباينال كورد اهو جاي عندك من البرين نازل عندك لحد العصعوص هنا. تمام. طيب واحد يقول لي هو انا هدب البتاع دي الابره في نافوخه؟ لا، في ناس متهيألها ان السي اس اف ان انت هتحط الابره في حطها في دماغ اللي قدامك وتاخد منها. لا،
هو احنا عندنا المننجيز ده ممبرين، بصوا بيبقى ايه، بيبقى كفر الممبرين ده، بيبقى كفر الايه، كفر البرين والسباينال ايه والسباينال كورد. تمام طيب ماشي. وبعدين بص ادي اهو البرين اهو، دي السباينال كورد. تمام انا عشان اخد السي اس اف بتاعي باخده، هو الاول خلينا الاول هناخده منين؟ بتوين بص اللي هي الفورس والفيفس، اللي هي بتوين الفقره الرابعه والخامسه، شايفين اهو الفقره الرابعه والايه والخامسه، عشان فيها هبد كتير في موضوع السي اس اف ده. تمام من ما بين الفقرة الرابعة والخامسة، ومش أي حد على فكرة ياخد عينة السي اس اف دي، لازم يكون حد مختص وفي تخدير والموضوع مش سهل يعني. تمام طيب بيبقى بتاخده ما بين الفقرة الرابعة والخامسة. تمام بتسحب الايه السباينال، السريبرو سباينال ايه فلويد. تمام طيب ايه بقى مواصفاته؟ احنا خدناه، احنا عارفين السي اس اف ده سترايل ما فيهوش نورمال فلورا. تمام طيب بيبقى كلير كالرليس. تمام بيبقى ووتر لايك ايه فلويد، بيبقى شبه الميه كده. تمام طيب وقلنا ان هو بيبقى المكان اللي هو فيه السي اس اف فلويد السامبل دي لازم بتبقى ايه سترايد، ما فيهاش نورمال فلورا. تمام طيب واحد دلوقتي يقول لي ايه، طب احنا خدنا العينه بتاعتنا، طب تمام هعمل ايه بقى؟ واحد ايه، واحد يقول لي اه صح، طب انا خدت العينه خلاص، طب انا هعمل ايه؟ لو تفتكروا احنا قلنا قبل كده مميزات تميز لنا العينه بتاعت السي اس اف، لو بسبب يعني لو المننجايتس بسبب البكتيريا، احنا قلنا ممكن المننجايتس يجي بسبب بكتيريا فيروس فانجل بارازايت. تمام طيب احنا قلنا بتخرج باندفاع شديد كانها اندر بريشر، صح كده، وقلنا ان هي بتبقى تربت جدا، بتبقى ايه تربيديتي، وقلنا ان ساعتها ان الجلوكوز بيبقى قليل والبروتين بيبقى ايه بيبقى عالي. دي ادله بتبين لك ان الايه ان المنجايتس ده ايه سببه بكتيريا. طيب واحد يقول ايه، طب تمام ماشي اوكي، طب هل يا ترى ناخد العينه بتاعتي دي هعمل فيها ايه؟ هزرع على طول واعمل دايركت سمير منها ولا انا هعمل لها ايه؟ بص يا سيدي بيقول لك لو العينه دي بيرولانت، يعني بيرولانت لو التربيديتي فيها عاليه وفيها بيريولاند يعني فيها صديد وكده، ما تعمل لها السنتريفيوج، الافضل ان انت تشتغل بيها زي ما هي، تاخد نقطه وتعمل الدايركت سمير بتاعك. تمام وتزرع تعمل الكالشر بتاعتك منها من العينه نفسها زي ما هي كده. تمام طيب طب واحد قال لي طب لا انا لقيتها كلير او سلايتلي كلاودي يعني متهكره حاجات بسيطه، لا دي بقى خدها واعمل لها سنترفيوج لمده 15 دقائق. تمام السيدمنت اللي عندك اللي هو هيتبقى تحت، وفي السوبر نيتنت اللي هو اللي زي الميه اللي بيفصل فوق ده، السيدمنت ده هاخده هعمل منه الدايركت سمير وهعمل منه الكالشر. تمام لكن السنترفيوج السوبر نيتنت اللي فوق ده، ده انا هقيس بيه الجلوكوز والبروتين. تمام تاني الحته دي سريعا، انا دلوقتي عندي عينه السي اس اف تمام، وقلنا ان هي باخدها من ما بين الفقره الرابعه والخامسه. تمام طيب وده اساسا مواصفات السامبل او الفلويد ده، ان هو بيبقى كلير كالرليس وبيبقى ووتر لايك فلويد. طيب وبيبقى سترايل يعني ما فيهوش نورمال فلورا. طيب باخد العينه بتاعتي، لو العينه بتاعتي بيرولانت يعني فيها صديد شديد والتربيديتي بتاعتها عاليه، ما بعمل لها سنترفيجيشن، بتعامل معاها كما هي. تمام باخدها واعمل منها دايركت سمير وازرع ومش عارف ايه. طب لو انا عندي العينه بتاعتي كلير اور سلايتلي كلاود يعني مغممه شويه مش التربيديتي فيها مش عاليه، لا هاخدها واعمل سنترفيجيشن تمام من 5 ل 10 دقائق، السيدمنت اللي تحت ده هاخده اشتغل بيه شغلي اللي هو بقى الدايركت سمير والكالشر والكلام ده، والسوبر نيتنت اللي فوق هعمل منه الايه الجلوكوز والبروتين. وخد بالك سواء عملت سنترفيجيشن او ما عملتش كده كده انا السيل كاونت، فاكرين هي احنا قلنا بنلاقي الليكوسايت عاليه، السيل كاونت ده انا بعمله من العينه كما هي. تمام من قبل السنترفيجيشن، من قبل اي حاجه سواء كانت كلير او بيرولانت والكلام ده، باخد بعد بعمل السيل كاونت منها زي ما هي. تمام طيب يبقى احنا كده قلنا تقريبا يعني نبذه ايه يعني بسيطه عن السي اس اف. طيب تعالوا بقى نشوف النيسيريا، احنا قلنا النيسيريا ساعتها ما بتتدلعش زي الجنورية، وقالت انا ما عنديش مشكله اطلع عن بلاد اجار، شايفين برضو بتبقى برضو ترانسبيرنت اهي وتحس ان هي برضو جراي. ادي دي نيسيريا من انجايتيد على البلاد اجار،
وادي هنا على الشوكليت اجار، مش هقول كلام جديد فيها، ولا على الايه الموديفايد سار مارتن. تمام. طيب ادي الميديات بتاعتها، وقلنا الميديات بتاعتها ايه، سهله ما فيهاش كلام. طيب الجرام ستين، طبعا انا مش لازم اجيب لك الجرام ستين الفيلم من الكاشر، لان هو شبه الجنوريه، وبرضو هنا شبه بعضيهم، ما فيهاش برضو اختلاف. بيقول لك جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي ريسمبل كافي بين. تمام. وادي الجرام ستين سمير، كل ده جرام ستين سمير، يعني دايركت على طول من العينه وصبغته واشتغلت. تمام. يعني ما فيش فرق في الشكل بين دي وبين دي، هما الاثنين شكل واحد. تمام. طيب بس طبعا العينات مختلفه، يعني انت الجنوريه بتاخد يوريثرال او السيرفيكال ديستشارج، لكن دي بتاخد سي اس اف، فلما تلاقي المنظر ده في السي اس اف ما فيهاش كلام يعني. تمام. وبرده لازم نعمل زي ما قلنا، ناخد الاحتياطات ونكمل الدياجنوزيس على مستوى المريض، بتبتدي تعالج، لكن عشان المجتمع لازم بتكمل عشان تشوف، لان دي بتعمل ايبيديميك عشان تبلغ السلطات، عشان الناس، عشان الايه البلد اللي انت فيها تاخد احتياطها. تمام. لان ده وباء. طيب ده من ضمن الدايركت سمير. لو تفتكروا احنا قلنا ان النيسيريا من انجايتيتس كانت بتتميز عن الجونوريا بان هي عندها كابسول. لو تفتكروا الكابسول كان مقسمها ل 13 ايه سيرو جروب، صح كده؟ صح. وقلنا ان اهم الـ اهم جروبس فيهم اللي هي ايه، طيب اهمهم ايه وبي وسي وواي ودبليو 135. تمام. طيب احنا قلنا بناخد نقطه من السي اس اف، صح كده، وبنحطها على ونحط عليها انتي بايوتيك انتي بادي، اسف، بنحطها انتي بادي سبيسيفيك للكبسول دي، سبيسيفيك للانتيجين ده. تمام. وبنقلب، لو حصل اجلوتينيشن يبقى هي، اصل طول ما الكبسول موجوده، طول ما الكبسول موجوده يبقى الاورجانيزم موجود، احنا متفقين على كده. تمام. ما حصلش يبقى ايه، يبقى الاورجانيزم ايه، الكبسول مش موجوده يبقى الاورجانيزم بتاعي إيه؟ مش موجود. تمام. طيب دي بنعملها في الدايركت ايه، في الدايركت سمير. طيب اخر حاجه عندي في التستس بتاعت عيلة النيسيريا اللي هو الشوجر فيرمنتيشن. لو تفتكروا احنا قلنا ان النيسيريا جونوريا او الجونوريا جي، وقلنا ان هي بتعمل فيرمنت للجلوكوز بس، وبتطلع لي اسيد اونلي، اهي عامله فيرمنت للجلوكوز بس. لكن المنجايتيدز لما ابوها لقاها بتطلع على البلاد اجار ولقاها متواضعه، لا طب خلاص خدي بقى الجلوكوز بتاع اختك ومعاك المالتوز كمان اللي هو اول حرف منها الام. يبقى الجنوريه بتعمل فيرمنت للجلوكوز بس، لكن النيسيريا منجايتيدز بتعمل فيرمنت للجلوكوز والمالتوز. تمام. في واحد يقول لي ايه، لان الموضوع ده في ناس ايه بتتلخبط فيه، في واحد يقول لي يا دكتور يعني هي دي كده نيجاتيف ودي بوزيتيف، طب ازاي؟ انا خدت ان انا لما باجي اعمل الشوجر فيرمنتيشن الاول، الميديا اللي قدامي دي بتبقى عباره عن بيبتون ووتر. تمام. نبقى حاطين عليها 1% من الايه الشوجر كونسنتريشن، سواء كان بقى 1% جلوكوز 1% مالتوز سكروز مانايت والكلام ده. تمام. طيب وبعدين بس، وبحط ايه بقى، وبحط الانديكيتور بتاعك. تمام. ايه بقى هو هنا بقى الايه اللي يفرق، الانديكيتور اللي انت بتحطه. تمام. في ناس بتحط اللي هو اندرنس ده او اندريتس، ده الانديكاتور ده بيخلي لك الميديا نفسها ليها لون معين، ولما بتبقى بوزيتيف بتحول للون تاني. وفي ناس بتحط فينو الريد، وفي ناس بتحط ايه انديكيتورز ثانيه، فعلى حسب الانديكيتور اللي انت حاطه. تمام. ده جاء. وبعد كده بتحط اللي هي الدرهم تيوبز، بتحطها مقلوبه عشان لو في جاز بيطلع ايه، بيطلع فيها، اوريك الايه اوريك الجاز برودكشن. تمام. ادي ده الجدول ده بيوضح لك اللي هو الناس اللي هي مهتمه بالبايوكيميكال تيستس والكلام ده عشان تعرف الاند ريتس ده. بص اساسا الميديا بيبقى لونها لايت بينك. تمام. ولو بوزيتيف بتبقى بينك ريد. تمام. غير الفينو ريد اللي انا لسه موريه لك من شويه، لونها بتبقى ريدش اورنج، لو بوزيتيف بتبقى ايه يلو، لو نيجاتيف بتبقى بينك ريد. ارجع كده تاني بص الفينو ريد ده بقى الفينو ريد. تمام. انا حاطه انديكيتور اللي هو ايه فينو ريد. تمام. اهو بقت بينك ريد، دي نيجاتيف ودي نيجاتيف، هنا اتحولت ليلو، دي ايه دي بوزيتيف، عشان ما تتلخبطش. تمام. على حسب الانديكيتور اللي انت ايه الانديكيتور اللي انت حاطه. تمام. عشان لو لقيت مثلا صور على النت الالوان مختلفه، مره يقول لك ان البوزيتيف بيبقى لونه احمر، ومره يقول لك ان البوزيتيف بيبقى لونه اصفر، يعني لما بيحصل فيرمنت، فعشان تبقى عارف وتفهم هو حاطط انهي انديكيتور، عشان كده الميديا نفسها لونها ايه
قبل اصلا ما يحصل الايه فيرمنت للشجر والكلام ده. تمام كده احنا خلصنا التستات اللي احنا خدناها في النيسيريا، عيله النيسيريا كلها اتكلمنا، هم كانوا تقريبا تستين بس اللي هو الاوكسيديز تيست واللي هو الشجر فيرمنتيشن، والباقي بقى اتكلمنا عليه الميديات وكده، واتكلمنا عن السي اس اف، ومتهيألي قلت لكم معلومتين كده بسيطه عن السي اس اف، اعتقد ان هم ان شاء الله باذن الله اتمنى ان هم يفيدوكم في شغلكم يعني كده. وكده نبقى خلصنا الحلقه العمل بتاعت النيسيريا، عيله النيسيريا، وان شاء الله المره الجايه نبتدي في عيله الكوريني بكتيريا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.